على وصول الآن هيكلمكم عن المستقبل، عن مستقبل نقابة المحامين، عن مستقبل النقابة، عن الجديد. فإن شاء الله يكون هو معاه الجديد والأخبار الكويسة. أما بالنسبة لي أنا كلجنة تدريب وبحوث ودراسات، نتيجة أن قطاع التدريب في النقابة كان خد فترة طويلة، كان محتاج تطوير أو زيادة. إحنا عملنا برامج متعددة، منها برنامج محامين خبراء في قضايا العمل والعمال، عملنا برنامج 4 دورات مع منظمة العمل الدولية للمحامي اللي عايز يبقى خبير في قضايا العمال من خلال منظمة العمل الدولية اللي هي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بشؤون العمل والعمال. أيضا عشان نوسع الفرص العمل والثقافة، والمحامي ما بقاش بس محامي زي ما قلنا محامي محكمة، لا كمان ده المحامي ممكن يبقى في التحكيم، ممكن يبقى في منازعات متعددة تفتح له مجال عمل وتوسع مداركه. عشان كده عملنا برنامج النقيب العام متبني، برنامج اسمه محامين المستقبل. برنامج محامين المستقبل ده المرحلة الأولى فيه كانت إن المحامي يبقى وكيل مستثمر مش مندوب تأسيس. عملنا 8 دورات، دورات المرحلة الأولى مجانية، مرحلة المستوى الأول مجاني في من خلال النقابات ومن خلال النقابات الفرعية، في استمارات وموجودة على الموقع. المحامي اللي عايز يبدأ أول خطواته في التعامل كمحامي مستثمر أو وكيل مستثمر ممكن يبقى يقدم، وبنحدد إحنا دورات كل شهر دورة أو دورتين وهتتنافس بره المحافظات. وأيضا برنامج محامين المستقبل داخل على بروتوكول جديد مرتبط بتعليم اللغات مع أكاديمية السادات ومع الجامعة الأمريكية ومع معهد القوات المسلحة للغات، 3 أماكن ب3 مستويات مختلفة، وهتبقى مدعومة من النقابة عشان المحامي اللي ما يعرفش إنجليزي يبقى يعني فرصه ضعيفة.